قال عمرو فتحي خبير التنمية والإدارة ممثل حزب المصريين الأحرار بالحوار الوطني، قال إن زيادة الإيرادات من أهم البنود التي تمت مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني. أشار فتحي إلى أهمية توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاستثمار بشكل عام. الاستثمار المحلي لازم تشجيع الاستثمار المحلي بشكل كبير جدا، خاصة لو حضرتك عرفت إن الاستثمار المحلي طبقا لتصريح رئيس الوزراء الأخير إنه بيمثل إن الاستثمار المحلي بيمثل حوالي 35% على تصريح السيد رئيس الوزراء، 35% من الاستثمارات اللي موجودة في مصر، من حجم الاستثمارات الكلية. طب أجي أبص بقى نسبته قد إيه في الناتج القومي المحلي أو في إجمالي الناتج المحلي، نسبته 72%، يبقى هو ب 35% جاب لك 72%، يبقى بالظبط كده، يبقى أنا لازم أشجع الاستثمار المحلي جامد جدا والقطاع الخاص جامد جدا جدا وبسرعة، لأنه هو اللي بيجيب لي أهو. وفي نفس الوقت هو برضه طبقا للتصريح بتاع وزارة التخطيط بقى هو اللي بيشغل 78% من القوى العاملة المصرية.